يا سيد، احنا اتكلمنا النهارده سبحان الله اخر سؤال كان السؤال عن الحب، واحنا كانت حلقتنا النهارده لو حد من اولادي جه قال لي ان انا بحب، قلنا ان احنا نوسع مفهوم الحب، وكل ما نوسع مفهوم الحب وكل ما نسمع اولاد وكل ما نكون قريبين معاهم، كل ما نكون عندنا رفق بيهم، وكل ما فتحنا معاهم الحوار، وكل ما سألناهم أسئلة حقيقية، وكل ما قدرنا مشاعرهم، وكل ما حاولنا إن إحنا نخليهم يفكروا في مشاعرهم بشريط البالغ وبحكمة، كل ما أولادنا استطاعوا إن هم يعدوا المرحلة دي وإحنا جنبهم. وساعات بتكون المرحلة دي نقطة فارقة في علاقتنا بأولادنا، لأن إحنا ما اهتزتش ثقتنا بيهم، وكمان حبنا ما تأثرش، بالعكس حبنا زاد لما عرفنا إن هم محتاجين لنا في وقت في أحوج ما يكونوا محتاجين إلينا. بس ده لما نلتزم بمعيار الحب، ولادنا لو جم قالوا لنا إن هم بيحبوا وإحنا كمان محتاجين إن إحنا نعبر لهم عن حبنا، ونكون سبب من أسباب دعمهم وسبب من أسباب الرفق بيهم وخروجهم بيسر من هذه المرحلة. يا رب اجعلنا مددا وسببا من أسباب هداية أولادنا وبصيرتهم ودخولهم عليك بمنظومة من القيم على رأسها الحب والرحمة والخير والجمال. يا ذا الجلال والجمال اجعلنا دائما في أحسن حال يا رب العالمين.